إذن مع كل هذه الخسائر ستقتصر تعويضات اتصالات الجزائر للزبائن المتضررين جراء تذبذب تدفق الأنترنت على الفترة الزمنية فقط التي تحتاجها لإصلاح العطب، لأن المشكلة حسب القانونيين وقع نتيجة قوة قاهرة. محمد بومجو وسيد أحمد هديبل. تتواصل مشكلة تذبذب الإنترنت على المستوى الوطني مخلفة انعكاسات سلبية وخيمة عند مختلف الزبائن، خاصة أصحاب المؤسسات ومقاهي الإنترنت والذين يعتمدون على الشبكة العنكبوتية بشكل مباشر في تعاملاتهم. فالخسائر المادية التي نجمت جراء هذا العطل حسب رجال القانون لن تتحمله اتصالات الجزائر سوى إعادة النظر في المدة الزمنية التي توقفت فيها الخدمة. هذا الخلل نابع عن قوة قاهرة، والقوة القاهرة نصت عليها أيضا المادة 9 من العقد عقد أو ما يسمى بالشروط الخاصة لعقد الاشتراك الذي أعدته اتصالات الجزائر، ويوقع ويصادق عليه المشترك بمجرد توقيعه. نصت على حالات القوة القاهرة، وبالتالي فإن ما يترتب على انقطاع الخدمة يعود حله بطبيعة الحال إلى البنود الخاصة بالعقد. تساؤلات عدة أصبحت تطرح جراء طول مدة إصلاح الخلل الذي وقع، خاصة مع تخوف بعض الزبائن من حدوث تحايلات، وهو ما يستدعي في هذه الحالة حسب القانونيين تدخل سلطة ضبط الاتصالات السلكية واللاسلكية. هل هو محمي قانونا من أجل استرداد هذا المبلغ أو تلقي نظير هذا المبلغ من الخدمة؟ هنا نرجع للدور الأساسي لنورما تلعبه سلطة الضبط الخاصة بالاتصالات السلكية واللاسلكية، كما يرجع هنا الدور كذلك إلى جمعيات حماية المستهلك الجزائري. الانترنت التي أصبحت شيئا هاما في كل التعاملات لم يغفل القانون عن صياغة مواد تكفل هذه التعاملات الإلكترونية وتحمي المستهلك من أي تجاوزات قد تحصل من مختلف المتعاملين.